لقد حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خلال 40 عاماً العديد من الإنجازات التعليمية والتدريبية والبحثية في مجالات النقل البحري والعلوم الهندسية والإدارية. والآن مع كلمة سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ورئيس عام المؤتمر، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأستاذ الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل، معالي الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، معالي المستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية، معالي اللواء جمال إمبابي محافظ الإسماعيلية، سعادة اللواء أركان حرب أيمن صالح نائبا عن قائد القوات البحرية، الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، سعادة الدكتور فرانك أرندت عميد معهد اقتصاديات النقل البحري واللوجستيات ألمانيا، الأستاذ الدكتور أحمد أمين عميد مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل، الأستاذ الدكتور أكرم سليمان عميد معهد تدريب الموان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم جميعا باسم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في افتتاح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات والذي ينظمه معهد تدريب الموانئ ومركز البحوث والاستشارات، ويعقد مؤتمر هذا العام تحت عنوان آفاق التنمية لمنطقة قناة السويس رؤية مستقبلية. لقد أصبح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات أحد المؤتمرات العلمية الهامة على المستوى المحلي والإقليمي، حيث تحرص الأكاديمية العربية باعتبارها إحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية على انتقاء الموضوعات التي تساهم في تطوير صناعة الموانئ والنقل البحري واللوجستيات في الوطن العربي لطرحها ومناقشتها بين المتخصصين في هذا المجال. ولا شك أن موضوع تنمية محور قناة السويس يعتبر من الموضوعات التي تهم المنطقة العربية بأسرها ليكون قاطرة تنمية لمصر، وبما ينعكس إيجاباً على التبادل التجاري ومنظومة النقل بين مصر والدول العربية. لذلك فقد تم دعوة العلماء والباحثين والمتخصصين من الجامعات والهيئات العربية والعالمية والعاملين في مجال النقل واللوجستيات في كافة دول المنطقة لتقديم أبحاثهم العلمية ومقترحاتهم التي وصلت إلى 38 ورقة بحثية سيتم مناقشتها خلال 7 جلسات علمية على مدار 3 أيام للوصول إلى التوصيات التي تساعد على وضع رؤية تسهم في تنفيذ هذا المشروع في أحسن صورة ممكنة. السيدات والسادة الحضور، إن مشروع تنمية قناة السويس يتمتع بمزايا هائلة بحكم الموقع الاستراتيجي باعتباره على خط التماس للممرات الملاحية، إلى جانب أن هناك توقعات كبيرة بنقل العديد من الأنشطة اللوجستية والصناعات التحويلية من العديد من الدول إلى محور القناة، على اعتبار أن وجودها في المنطقة يوفر كثيرا من تكاليف النقل والشحن إلى دول أوروبا وأمريكا، خاصة وأن معظم التجارة العالمية تمر من خلال هذا المحور. السيدات والسادة الحضور، إن ما تحقق من إنجاز سواء كان على مستوى الأكاديمية أو مستوى معاهدها ومراكزها التابعة لم يكن ليتحقق دون الدعم الكامل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومن الهيئات والمؤسسات والشركات العاملة في مجال النقل البحري في الدول العربية. الأمر الذي وضع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصاف المنظمات العاملة في العالمية العاملة في مجالات التعليم والتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع العربي والإفريقي. لقد قامت الأكاديمية منذ افتتاحها في 70s بتخريج الكوادر المؤهلة للعمل في المجالات المختلفة، وذلك من خلال فروعها المنتشرة في جمهورية مصر العربية والدول العربية. وتخطط الأكاديمية من خلال خطتها الاستراتيجية إلى الانتشار
في العديد من الدول العربية مثل السودان والإمارات وقطر واليمن، كما تهدف الخطة الاستراتيجية إلى الوصول بالأكاديمية لتكون واحدة من بين كبريات الجامعات العالمية من خلال ضمان الجودة، جودة التعليم والارتقاء بالبحث العلمي. إنني في ختام كلمتي أتوجه بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لرجال الصناعة والتجارة ممثلين في رؤساء اتحادات الغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال سواء من مصر أو من شركائنا في مشروعات التنمية من إخواننا في الدول العربية لتشريفهم بالحضور والاهتمام بقضية تنمية منطقة قناة السويس التي يمكن بتضافر كل الجهود أن تصبح وبحق مشروع مصر القومي. أتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع العلماء والباحثين من كافة الجامعات والمراكز البحثية الذين شاركونا في هذا المؤتمر بتقديم أبحاثهم. أتقدم بخالص الشكر والتقدير للشركات المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر. أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأخوة من كافة الدول العربية الذين شرفونا بالحضور في هذا المؤتمر الهام. أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الشركات المشاركة في المعرض والشركات الراعية ولهيئة قناة السويس ومعهد النقل الدولي ببريمن على مشاركتهم في تنظيم هذا المؤتمر. أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ومعالي الأستاذ الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل لتشريفهم الحضور، وتقدير خاص لمعالي وزير النقل على دعمه الدائم والمستمر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.